باشا، سمعت ان انت عاوز تقابلني، بس في الحقيقة انا اللي عاوزك. اقفل الباب يا ابني. ازاي سعد؟ اطلع بره بره. أمك يا كومبير. خلاص فرغت الشحنة، خدت حقك، هديت؟ لا ما هديتش. انت عمرك كله مش هيكفيني فيك، وهتستفيد ايه بقى بعد ما تقتلني؟ هتخرج من هنا؟ هتخرج من زنزانة كبيرة لزنزانة اصغر ما فيهاش غير حبل واحد على مقاس رقبتك بالظبط، لارج. كلامك كله ما بقاش يفرق معايا، عشان ورحمة ابويا لا هندمك على كل لحظة قضيتها في السجن بسبب وساختك. يا حسن اللي حصل ما بيننا ضيعني، اللي حصل ما بيننا ضيعني وجابني هنا السجن. ده انا ما كنتش بحلم غير باكتر من حقي، حتى لو كنت نزلت عن شويه منه، بس اديني كنت عايش ومكمل ومستني بكره يعوضني. اصل الغلابه اللي زينا ممكن يفضلوا مكملين طول عمرهم مستنيين بكره، حتى لو ما جاش، حتى لو اتاخر، يفضلوا برضه مكملين لحد ما قابلتك. انت ضيعت حياتي، كل حاجه اتمنيتها راحت. انا ما بقتش عارف انا مين، مجرم ولا مظلوم، نضيف ولا وسخ. انا كل حاجه حلمت بيها اتدمرت بسببك يا اكرم. بس انت عارف ان اكتر حاجه ندمان عليها ايه؟ ايه يا ابو علي؟ اني دخلت السجن ظلم. كان نفسي اعمل فيك اللي يستاهل حبستي. طب خليني اقول لك بقى اللي يستاهل حبستك ويفيدك ويفيدني. يفيد مين يا مجنون؟ هو انت مش شايف انت فين؟ انت مرمي هنا زي الكلب يا اكرم يا بدري. عامله معاك زي ما انت عملت معايا بالظبط. اصل الدنيا دي صغيره، بس ايام السجن لسه بينا طويله. اوعى تفتكر ان انا هفضل هنا على طول، تبقى عبيط. دي كانت قرصة ودن وتقريبا خلصت خلاص. مستقبلك بره كان في ايدي، وايامك اللي لسه هنا برضو في ايدي. تأشيرة خروجك يا حسن معايا، وانا بس اللي اعرف امتى امرهم بيها. خليها لي، مش عايزها. انا هفضل قاعد راضي فيك واتسلى عليك. كل يوم